بطبيعة الحال اليوم في المقر ديال النقابة الوطنية الصحافة المغربية في الرباط كنعقدوا هذه الندوة الصحفية للتعريف أو لتوسيع الدائرة ديال الانشغال والاشتغال الجماعي ديال مختلف الفاعلين، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الإعلامي ولا على المستوى العلمي، وانفتحنا اليوم على الجسم الصحفي باش نتشاركوا معه واحد المسار ترافعي كيقودوا الائتلاف المدني من أجل الجبل منذ 2017 منذ تأسيسه، باعتباره واحد الحركة مدنية اجتماعية متعددة الأطراف فيها ما يتجاوز 100 إطار مدني وفاعل، ويعني في مختلف المشارب. الغاية الأساسية هو أننا نثير الانتباه ديال مختلف الفاعلين لإشكالات البنيوية الحقيقية اللي كتعيشها المناطق الجبلية من أجل الخروج من التعاطي المناسباتي إلى إقرار سياسة عمومية ووطنية خاصة بالمناطق الجبلية. والائتلاف المدني من أجل الجبل هو واحد الحاضنة ديال فكرة إقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية باش نضمنوا بطبيعة الحال أن التنمية ديالنا على المستوى الوطني ما يكونش تفاوت مجالي ما بين الشمال ديال المغرب والجنوب ديال المغرب. ينبغي الانتباه لمعاناة ديال المناطق الجبلية ماشي فقط في الفترة ديال التساقطات الثلجية اللي كتبان فيها الإشكالات، ولكن خارج التساقطات الثلجية راه كاينه مشاكل، كاين استنزاف مفرط الموارد اللي كتزخر بها المناطق الجبلية. ليست مناطق فقيرة، هي مناطق مفقرة غنية بالموارد. مفروض على المختلف الفاعلين على المستوى الحكومي ولا على مستوى البرلمان ولا كل المتدخلين ينتبهوا إلى وجوب إقرار تنمية حقيقية لهذه المناطق اللي واحد من المداخل ديالها إقرار قانون خاص بالجبل اللي كيطرف عليه الائتلاف المدني من أجل الجبل منذ تأسيسه. بطبيعة الحال كنشكروا المؤسسة ديال محمد الخامس للتضامن وكل المتدخلين اللي كيقدموا يد العون لواحد العدد ديال المناطق في هذه الفترة هذه ديال التساقطات الثلجية. بطبيعة الحال يعني أي مبادرة إيجابية راه حنا كنتمنوها، حنا ما كنقولوش أن الأمور كلها سلبية، ولكن المفروض نتجهوا في اتجاه إقرار سياسة عمومية وإقرار قانون خاص بالمناطق الجبلية.